التدخين السلبي. وش هو التدخين السلبي؟ التدخين السلبي نحن نوجه رسالة الآن لمن ابتلوا من التدخين من الأولياء الأمور، يعني على الأقل إن يكون بارك الله فيك لا يكون أمام أو بحضور الأطفال أو مثلا داخل السيارة. التدخين السلبي ينتقل لأي شخص بارك الله فيك يستنشق مخلفات أو الغاز المطاير من أو المواد المنبعثة من فم الشخص المدخن. فتقريبا حسبة تقريبية تقريبا وجدوا أنه الشخص إذا دخن بارك الله فيك 4 سجاير كأن الشخص اللي معه إذا وجد مثلا في كابينة سيارة مغلقة أو في غرفة مغلقة كأن الشخص اللي معه بارك الله فيك والأشخاص اللي معه استنشقوا بما يعادل سيجارة واحدة، يعني كل 4 سجاير نعم سيجارة واحدة، يعني النسبة تجدها في حدود 20 إلى 25%. فمشكلة برضو هذه مرتفعة. فبالتالي يكون الأولاد والأبناء مدمنين على النيكوتين أو مدمنين على الدخان عن طريق إيش؟ الاستنشاق. الاستنشاق اللي هو التدخين السلبي. فيجب على ولي الأمر أن يحرص كل الحرص إذا ابتليت أو بارك الله فيك في هذا الجانب في التدخين أقل شيء، يعني إذا ابتليتم فاستاتروا، ابعد عن الأبناء، ابعد عن الأبناء. وجدنا في المدارس بارك الله فيك واشتغلت في التوجيه والإرشاد الطلابي بارك الله فيك على المستوى المرحلة الثانوية المتوسطة أيضا، إنه أكثر الأبناء وقوعا في التدخين لآباء مدخنين، لأنه بالتأكيد راح يكون الأب هو القدوة لابنه. نعم. فيكون سهل جدا إنه إيش يكون الابن يقع في التدخين لمحاكاة أو سلوك أو تقليد حتى أبوه. في البداية تقليد يعني، ولا بلازم على أبوه أو حتى أيضا الطلاب أنفسهم مثلا العبث التدخين في الأول، في الأول عبث السيجارة، ثاني سيجارة، ثالث سيجارة، رابع سيجارة، خلاص أدمن الآن النيكوتين، فيبدأ بارك الله فيك يسرق من دخان أبوه ولا من أخوه أو من كذا وهكذا. أذكر يا أستاذ